أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وعودة مرة أخرى للبرامج التعليمية، ومعكم في مادة الرياضيات محمد الدوميني. حلقة النهاردة لطلبة الصف الثاني ثانوي، تانية ثانوي عام وأزهري، وطلبة التالتة محتاجينها علشان لما يبتدوا تفاضل. في التفاضل وقابلية الاشتقاق إن هم أول مجموعة من الدروس عندهم في منهج التفاضل، طلبة التالتة ثانوي محتاجين الأول لازم يكونوا عارفين قواعد بتاعتنا بتاعت النهايات. النهارده هنتكلم عن نهايه الدال عند نقطه باستخدام تحليل الاسم المطوله ضرب في المرافق، ونشوف مسائلهم ونتعرف عليهم. اول ما هنبدا، كيف نوجد نهايه الداله؟ عشان نوجد نهايه الداله عند نقطه نقوم بالتعويض، يبقى شرط الاساس عندنا ان احنا نعوض. كيف نوجد نهايه الداله عند نقطه؟ نقوم بالتعويض. ولما بنعوض ايه اللي بيحصل؟ هنشوف الناتج بتاعنا بيطلع حاجه من 3، يا اما يطلع عدد حقيقي، يا اما يطلع غير معرف، يا اما يطلع كميه غير معينه. يبقى انا عندي 3 حالات: نهايه الداله، ايجاد نهايه الداله، ويرمز لها بالرمز نهى. كيف نوجد نهايه الداله؟ نشوف الامثله ونتعرف عليها. بيقول لي اوجد. المثال الاول عندنا اوجد نهايه س تربيع ناقص 9 على س ناقص 3 لما س تقول الى 2. أول خطوة عندنا نعمل إيه؟ بالتعويض. نحط مكان السين 2، 2 تربيع ناقص 9 على 2 ناقص 3، 2 تربيع ب4 ناقص 9 يبقى سالب 5 على سالب 1، يبقى الناتج 5. يبقى أنا لما عوضت طلع الناتج 5. تاني، أوجد نهاية الدالة. سين تربيع ناقص 9 على س ناقص 3 لما س تقول لي سالب 3. كيف نوجد نهاية الدالة؟ نقوم بالتعويض. الحل عندنا نعوض سالب 3 تربيع ناقص 9 على سالب 3 ناقص 3. سالب 3 تربيعها 9 ناقص 9 يبقى 0، وتحت سالب 6 0 على أي حاجة بصفر. طب ما مرة ثالثة كمان، اوجد نهاية الدالة. س تربيع ناقص 9، خليها زي 9، على س ناقص 3 لما س تقول لي 3. برضه هنعمل ايه؟ هنعوض 3 تربيع زي 9 على 3 ناقص 3. طلع الباص 18 وتحت 0. أي حاجة على 0 كمية غير معرفة، يعني كمية ملهاش ناتج نعرفه. طب تعالى بقى ما نشوف. اوجد نهاية الدالة س تربيع ناقص 9 على س ناقص 3 لما س تقول لي 3. هو يا مستر هو نفس المثال؟ اه طبعا نفس المثال، بس انا كل مرة بغير الرقم اللي بتقول اليه السين. بص كده التعويض، 3 تربيع ناقص 9 على 3 ناقص 3 يبقى 9 ناقص 9 0، 3 ناقص 3 0. التعويض طلع 0 على 0، و0 على 0 دي اسمها كمية غير معينة. يعني كده الناتج كمية بس لسه ما عيناهوش، عايزين نعينه بقى. يبقى التعويض طلع 0 على 0، و0 على 0 تسمى كمية غير معينة. طب ازاي لما تبقى كمية غير معينة نعينها؟ كمية غير معينة يعني كمية لسه ما تعينتش. ازاي نعينها؟ طريقة التعيين بتقول نحلل البسط والمقام. س تربيع ناقص 9 تتحلل س ناقص 3 وس زائد 3 وتحت س ناقص 3. هتلاقي في قوس فوق وتحت بيطيروا مع بعض، القوس ده اسمه العامل الصفري. العامل الصفري ليه سموه عامل صفري؟ لان هو اللي عمل صفر في البسط وعمل صفر في المقام. لو انت عوضت عن س ب 3، جرب كده، 3 ناقص 3 يبقى ده صفر، 3 زائد 3 يبقى ده 6، 3 ناقص 3 يبقى ده صفر. لاحظ بقى اللي عمل صفر فوق وتحت زي بعض ولا لا؟ اه زي بعض. يبقى انا حللت فظهر لي اللي عامل صفر في البسط واللي عامل صفر في المقام اللي احنا بنسميه العامل الصفري. طيرناه. بعد ما طيرت فين الكميه اللي هتتبقى؟ س زائد 3 لما س تقول لي 3. نعوض بقى. يبقى 3 زائد 3 هتدينا كام؟ 6. يبقى كيف نوجد نهايه الداله؟ نعوض.
ولما بعوض بيطلع ايه؟ نشوف السبوره كده كلها على بعض، لما بعوض بيطلع ممكن يطلع عدد حقيقي هو نهايه الداله، ممكن يطلع صفر على اي حاجه بصفر هو نهايه الداله، ممكن يطلع عدد على صفر يبقى كميه غير معرفه. مشكلتي لو طلعت صفر على صفر هي دي اللي بتسمى كميه غير معينه، وفي هذه الحاله بنحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفري. نفكر الناس بالملحوظه بتاعت العامل الصفري. الملحوظه بتقول ملحوظه العامل الصفري س تقول لألف فإن س ناقص ألف دي تسمى العامل الصفري. يعني لو س تقول لي سالب 2 فإن س زائد 2 هي العامل الصفري. طيب لو 2 س تقول لي 1 فإن س ناقص نص هي العامل الصفري، وممكن أقول له 2 س ناقص 1 هي برضو العامل الصفري. يبقى العامل الصفري ليه حالتين في حالة س لما يكون ليها معامل، يا إما أجيب الواحد جنبها يبقى 2 س ناقص 1، يا إما أقسم على الاتنين تبقى نص وأجيبه جنبها بالسالب يبقى س ناقص نص هو العامل الصفري. يبقى العامل الصفري بجيبه على حسب ما تقول إليه السين. طب نشوف مع بعض كده، أوجد نهاية الدالة مرة تانية وأوجد نهاية كل من الدوال الآتية. عشان أوجد نهاية الدالة أول خطوة نعمل إيه؟ نعوض. ما أنت ما تعرفش الناتج هيطلع عدد ولا صفر على عدد ولا عدد على صفر ولا هيطلع إيه. قال لي أوجد نهاية الدالة، خد بالك بقى من دي. س تربيع ناقص 5 س زائد 6 على س ناقص 2 زائد س زائد 3 على س زائد 5. اوجد نهايه الداله. اول خطوه هنعمل ايه في المساله دي؟ طبعا اول خطوه التعويض. يبقى المثال رقم 5 بتاع ده بيقول لي اوجد نهايه الداله وهنعوض. هعوض عن س ب 2. 2 تربيع ب 4، 5 في 2 ب 10 زائد 6 على 2 ناقص 2. 2 زائد 3 على 2 زائد 5. نشوف الناتج كده هيطلع ايه. الكسر الاول طلع البسط بصفر والمقام بصفر، والكسر الثاني طلع 5 على 7. اذا انا عندي كسرين، الكسر الاول طلع صفر على صفر والثاني طلع 5 على 7. يبقى معنى كده اهو ان الاولاني لسه ما عينتش الناتج بتاعه لان ده اسمه كميه غير معينه، والتاني الناتج بتاعه طلع. يبقى معنى كده ان الكسر الاولاني هو اللي لسه هنشتغل فيه، هو اللي لسه هنعمل فيه ايه؟ هنحلل البسط والمقام في الكسر الاولاني للتخلص من العامل الصفري. يلا نحلل البسط والمقام في الكسر الاولاني. س تربيع تبقى س وس، عددين حاصل ضربهم 6 والجمع 5 يبقى 2 في 3، والاشارات زي اللي في الوسط سالبه، وهنا س ناقص 2 زائد الكسر الثاني هنكتبه زي ما هو وقيمته بالتعويض تطلع 5 على 7، ما احنا عارفينها 5 على 7 وخلصنا. يبقى الكسر الاولاني هو اللي اتحلل لان هو اللي كان طالع صفر على صفر، الثاني عوضت طلعت قيمته لان الناتج طلع بالتعويض المباشر. يبقى اللي بيطلع بالتعويض المباشر نكتب الناتج بتاعه، واللي ما بيطلعش هو ده اللي يتحلل للتخلص من العامل الصفري. نتخلص من العامل الصفري يتبقى س ناقص 3 زائد 5 على 7 يبقى 2 ناقص 3 زائد 5 على 7، ونحسبها على الآلة يطلع ناتج سالب 2 على 7. يبقى كيف نوجد نهاية الدالة؟ بنعوض، ولو الناتج طلع صفر على صفر نحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفري. بنحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفري. يبقى احنا وظيفتنا هي موضوع التحليل، امتى نحلل؟ في حالة التعويض يطلع صفر على صفر. لو ما عوضتش مشكلة، عرفت ازاي انك هتحلل؟ ما هو شرط التحليل ان يكون التعويض طالع صفر على صفر. شوف كده مع بعض، اوجد نهاية س تكعيب ناقص 27 على س تربيع ناقص 4 في س ناقص 2 على س ناقص 3. الحل عندنا بالتعويض، حطيت مكان س 3، 3 تربيع ب 9 ناقص 4، 3 ناقص 2 3 ناقص 3، البسط صفر، 3 تربيع ب 9 ناقص 4 يبقى 5، البسط 1 والمقام بصفر. ايه ده؟ هو طلع صفر على صفر لما اضرب،
بس 0-0 دي نتجت من الكسر الاولاني ولا من التاني ولا منهم هما الاثنين ولا ايه الحكايه؟ قال لي لا، ده نتجت من جزء من الاولاني وجزء من التاني. طب جزء من الاولاني بسط الاولاني ولا مقامه؟ قلت له لا، بسط الاول ومقام التاني. يبقى لو عندي بسط 0-0 طلعت من بسط الاول ومقام التاني، يبقى مين اللي هيتحلل؟ اللي طلعوا 0-0 هم دول اللي فيهم عامل صفري. البسط الاولاني اللي هو كان س تكعيب، معلش نجيب لهم مساله عشان يشوفوها فوق. البسط الاول والمقام التاني، البسط الاول هو اللي هيتحلل. حللته فرق بين مكعبين ونجيب تحتيه س ناقص 3، اما س ناقص 2 وس تربيع ناقص 4 مش محتاجين نحللهم. يبقى اللي طلعوا ارقام سيبهم. مين اللي طلع ارقام؟ الواحد والخمسه اللي هم البسط الثاني والمقام الاولاني، فدول جبتهم على بعض وكتبتهم. طب واللي طلع 0-0 جبتهم على بعض. نحلل بقى، س تكعيب تبقى س، ال 27 تبقى 3 والاشاره سالبه. ده القوس الصغير. تعرف تجيب القوس الكبير؟ اعرف اجيبه. بنجيبه ازاي؟ مربع الاول نغير الاشاره، نضرب الاول في الثاني، مربع الثاني، مربع الاول نغير الاشاره، نضرب الاول في الثاني، مربع الثاني. يبقى ده اسمه الفرق بين مكعبين. اربع الاول واغير الاشاره واضرب الاول في الثاني وبعد كده اربع الثاني. ده يروح مع ده. س تربيع زائد 3 س زائد 9 في على 1 في ده يطلع بقى بكام؟ 1/5. مين اللي قال لك 1/5؟ التعويض، 3 ناقص 2 1، 3 تربيع ب 9 ناقص 4 5. ده سبب. والسبب الثاني ان لو طلعنا سنه فوق اهي اهي هتبان اهي 1/5. يبقى هي باينه من الاول وتبان لو عوضت. بعد ما طلعت العامل الصفري بقى نعوض، 3 تربيعها 9، 3 في 3 ب 9 زائد 9 في 1/5 تبقى 27/5. يبقى كيف نوجد نهايه الداله؟ نقوم بالتعويض. ولو الناتج طلع 0-0 نحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفري. نحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفري. مره ثانيه اوجد نهايه الداله. المساله اللي جايه بتاعت النهايات بيقول لي ايه؟ اوجد نهايه الداله، وبرضه هجيب لك كسرين. انا عايز امردك على موضوع الكسرين ده. وطبعا كل مسائل اللي بكتبها تؤكد ان انت من غير تعويض هتتوه، مش عارف تحلل مين مع مين. اوجد نهايه س تربيع على س ناقص 2 ناقص 2 ناقص س وفوق 5 س ناقص 6 دي زائد. اول خطوه نعوض بالتعويض، اوجد نهايه الداله دي كلها. 2 تربيعها 4 على 2 ناقص 2، 5 في 2 ب 10 ناقص 6 على 2 ناقص 2. طلع الناتج 4 على 0 زائد 4 على 0. اوبا، ده غير معرف. غير معرف زائد غير معرف. لا يا حبيبي، لما يقول لك غير معرف زائد او ناقص او في او على اي حاجه، يبقى المساله دي ما تحلهاش وهي بشكلها ده، لازم نعيد تهيئتها. إعادة التهيئة يعني إعادة تشكيل المسألة، يعني ما تحلهاش وهي كده متقسمة، حلها على إنها مسألة واحدة. مش ده جمع؟ نوحد المقامات. س تربيع على س ناقص 2. إيه رأيك لو خدنا من المقام سالب عامل مشترك؟ حاضر. إيه اللي هيحصل؟ سالب س تبقى موجب س، والاتنين تبقى سالب 2، وفوق 5 س ناقص 6. يبقى حطيت مكان السين عندنا 2. عوضت، طلعت غير معرف زائد غير معرف. اول خطوه اعمل ايه؟ يبقى لازم نقسم المساله دي، هي متقسمه لازم نلمها. نلمها يعني نعملها مساله واحده. ازاي تتعمل مساله واحده؟ نوحد المقامات. بص مقاماتها كانت مش شبه بعض. ايه الاختلاف؟ انا ملاحظ ان الاشاره متغيره. دي كانت س، دي سالب س، قمت واخد سالب عامل مشترك. لما اخد سالب مشترك هيتبقى لي دي س ناقص 2. يبقى نهايه لما س تقول 2 شرط تكسر س ناقص 2. البسط س تربيع سالب، يغير إشارة البسط، يبقى سالب 5 س موجب 6، سالب 5 س موجب 6. كده المسألة عندي مكتوبة بالشكل ده.
يبقى المساله بتاعتنا كانت كسرين وانا وحدت المقامات، كتبت المقام مره واحده. المقام ما كانش بيتوحد، انا اللي وحدته خدت سالب عامل مشترك فخليت موجب س سالب 2، بقى زي المقام الثاني. المقام اتوحد يتكتب مره واحده ونطرح البسط. نحلل بقى. س تربيع تبقى س وس، عادين حاصل ضربهم 6 والجمع 5 يبقى 2 في 3. يطير العامل الصفري. يبقى ألف البسط س ناقص 3 والمقام 1. نعوض، يبقى 2 ناقص 3 على 1 يبقى سالب 1. يبقى كيف نوجد نهاية الدالة؟ نعوض، ولو الناتج طلع صفر على صفر يبقى نحلل البسط والمقام. خد بالك أحيانا الناتج ما بيطلعش صفر على صفر، يطلع غير معرف زائد أو ناقص أو في أو على أي حاجة. غير معرف حصل عليها إضافة أو إضافة أو طرح أو ضرب أو قسمة زي ما حصل هنا أهو، يبقى المسألة دي لازم تتلم وتتعمل مسألة واحدة. لما عملتها مسألة واحدة لو كنت عوضت هنا كانت طلعت صفر على صفر، فاضطريت أحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفري. مرة تانية أوجد نهاية الدالة. المسألة اللي هنحلها دلوقتي هيدخل فيها الكسور شوية. اتنين س ناقص واحد تقول لي صفر. أربعة س تربيع ناقص واحد على اتنين س ناقص واحد الكل أس 5. عايزين نحل دي. أول خطوة عندي بالتعويض. يلا نعوض. هو قايل لي اتنين س ناقص واحد تقول لي صفر. يبقى اتنين س تقول إلى أكيد واحد. وديت السالب واحد الناحية التانية بعكس الإشارة. يبقى س تقول إلى نص. يبقى أنا لما هعوض هعوض عن السين بنص. لما عوضت عن السين بنص قلت له إيه؟ أربعة في أحط مكان السين نص يبقى نص تربيع على اتنين في نص ناقص واحد. حسبت الباص طلع صفر والمقام اتنين مع الاتنين تروح يبقى واحد ناقص واحد برضه صفر. يبقى التعويض طلع كام على كام؟ صفر على صفر. لما التعويض طلع صفر على صفر قلنا نحل البسط والمقام. يلا نحل البسط والمقام. بس المسألة بتاعتي أس 5. حلل. نمسك البسط. كان مكتوب 4 س تربيع ناقص 1. يبقى ال 4 س تربيع تتحلل 2 س و2 س. السالب 1 يبقى سالب 1 وموجب 1. وتحت 2 س ناقص 1. طب نوريهم المسألة الثانية يا جماعة. 4 س تربيع تبقى 2 س و2 س. والواحد واحد في واحد اي تحت خالص. والمقام نزل. نكمل تاني. العامل الصفر يطير. يتبقى لي كام؟ اتنين س زائد واحد الكل اس 5. نعوض بقى. حط مكان س نص. يبقى اتنين في نص زائد واحد الكل اس 5. اتنين مع اتنين تروح. يبقى واحد زائد واحد الكل أس 5. يبقى 2 أس 5. يبقى 32. يبقى أنا المسألة بتاعتي حليتها خالص لحد الآخر وفي الآخر عملتها أس 5. يبقى الأس لما يبقى موجود ده بتاع الكل. الأس لما يكون موجود ده بتاع الكل. يبقى أنا أحل مسألتي زي ما شفنا، عوضنا واللي طلعت عملت أس 5. حللت وطيرت العامل الصفري واللي اتبقى أس 5. عوضت وطلعت الناتج واللي طلع أس 5 يبقى الناتج ب 32. اوجد نهاية الدالة مرة تانية. عشان نوجد نهاية الدالة لازم نعوض، بالتعويض هيطلع صفر على صفر. نحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفري. نحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفري. طيب نتكلم مرة تانية على التحليل ونشوف مع بعض التعويض وكون الناتج صفر على صفر. شوف مع بعض. اوجد نهاية الدالة. س تكعيب ناقص 5 س تربيع زائد 3 س زائد 1 على س تربيع ناقص 1 لما س تقول 1. أول خطوة نعوض. التعويض بتاعنا. واحد تكعيب بواحد. 5 في 1 ب 5، 3 في 1 ب 3 زائد 1. 1 تربيع ب 1 ناقص 1.
يبقى الباسط بصفر والمقام بصفر. يبقى التعويض طلع كام على كام؟ صفر على صفر. لما التعويض طلع صفر على صفر قلنا نحلل الباسط والمقام. تحليل الباسط والمقام للتخلص من العامل الصفري. يلا نحلل كده. المقام يتحلل، ايوه يتحلل قوسين. س تربيع تبقى س وس. عددين حاصل ضربهم واحد اللي هو واحد في واحد. والاشارات مره سالب ومره موجب. الباسط بقى يتحلل قوسين. احدهما العامل الصفر اللي هو س ناقص واحد. يلا نحلل الباسط. جيت احلل ما عرفتش احلل. ايه اللي مانعني من التحليل في الباسط؟ اللي مانعني من التحليل ان لقيت المساله بتاعتنا فيها س تكعيب وس تربيع وس وحد مطلق. انا ما اعرفش احلل المقدار ده. انا اعرف احلل المقدار الثلاثي اللي هو فيه س تربيع. اعرف احلل المقدار الكبير بس يبقى فيه عامل مشترك. اعرف احلل فرق بين مربعين، فرق بين مكعبين، مجموع مكعبين. يبقى دول اللي انا اعرف احللهم. في تحليل اسمه تحليل بالتقسيم، لكن مش كل الناس بتبقى شاطره فيه. فعشان كده قالوا لنا مش انت هتحلل المقدار ده عشان تعمله قوسين؟ القوسين دول احدهما العامل الصفري. يعني انت عارف ان التحليل هيطلع لك قوسين. القوسين دول واحد فيهم هو العامل الصفري. القوسين دول واحد فيهم هو العامل الصفري. ففي مسالتنا س تؤول الى واحد، يبقى انا هحللها قوسين. القوسين دول واحد فيهم هو العامل الصفري. مين العامل الصفري؟ لما س تؤول لواحد يبقى العامل الصفري س ناقص واحد. طب القوس الكبير ده اجيبه ازاي؟ نقسم المقدار الاصلي على العامل الصفري يطلع لي المقدار الثاني. نقسم القوس الاصلي على العامل الصفري يطلع لي القوس الثاني. يبقى ده خارج القسمه. طب هنقسمهم ازاي؟ في حاجه اسمها القسمه المطوله اللي انتوا خدتوها في اعداديه، وفي حاجه اسمها قسمه المعاملات اللي ما مرتش علينا قبل كده. انا هشرح القسمه المطوله اللي موجوده في كتاب الوزاره وموجوده في كل اي حاجه طلعت من الوزاره خاصه بالدرس ده قسمه مطوله، وفي كل الكتب الخارجيه، في كل المراجع اللي بتتكلم عن درس النهايات القسمه المطوله هي القسمه المطوله. طب القسمه المطوله دي بتقول ايه؟ بص كده معايا ونفتكرها. نكتب المقدار الاصلي. مين المقدار الاصلي بتاعنا؟ س تكعيب ناقص 5 س تربيع زائد 3 س زائد 1. نقسمها على العامل الصفر اللي هو س ناقص 1. انا هشرح يا جماعه القسمه المطوله عشان اللي واجدين صعوبه فيها الحلقه تبقى موجوده معاهم. الحلقه بتاعتنا بتترفع على النت في نفس اليوم بتاع الحلقه، يعني النهارده ان شاء الله تبقى مرفوعه على النت بعون الله. الناس تنزل الحلقه عندها وكل شويه تلاقي نفسها بتنسى القسمه تراجعها تاني. نشوف كده مع بعض. اوجد نهايه الداله دي. عوضنا طلع ناتج صفر على صفر. قلنا نقسم المقدار الاصلي على العامل الصفري. يلا نقسم. بنقسم الاولاني على الاولاني. س تكعيب على س. س تكعيب على س تدينا كام؟ س تربيع. يبقى خارج القسمه س تربيع. واللي يطلع نضربه تاني س تربيع في س بس تكعيب، وس تربيع في سالب واحد بسالب س تربيع. يبقى انا قسمت الاولاني على الاولاني س تكعيب على س طلع ناتج س تربيع، واللي طلع ضربناه تاني س تربيع في س بس تكعيب وس تربيع في سالب واحد بسالب س تربيع. نطرحهم من بعض. الطرح بيعمل ايه؟ بيغير اشارات. ده يروح مع ده. سالب 5 س تربيع موجب س تربيع يطلع ناتج سالب 4 س تربيع زائد 3 س زائد 1. انا هطرح المقدارين من بعض، هطرح ده ناقص ده. الطرح بيغير اشارات. الموجب يبقى سالب والسالب يبقى موجب. يبقى س تكعيب ناقص س تكعيب تروح. سالب 5 س تربيع موجب س تربيع يبقى سالب 4. 3 س ما فيش تحتها حاجه تنزل، 1 ينزل. ونعيد مره ثانيه. اقسم الاولاني على الاولاني. سالب 4 س تربيع على س تبقى سالب 4 س. مره ثانيه. سالب 4 س تربيع على س يبقى سالب 4 س. ونضرب تاني سالب 4 س في س بسالب 4 س تربيع وسالب 4 س في سالب 1 بموجب 4 س. غيرت الاشارات. السالب يبقى موجب والموجب يبقى سالب. راحوا مع بعض. موجب 3 س سالب 4 س يبقى سالب س زائد 1. ونرجع نقسم تاني. سالب س على س يبقى سالب 1. سالب واحد في س بسالب س، سالب واحد في سالب واحد بموجب واحد. ده يروح مع ده وده يروح مع ده يبقى صفر. يبقى خارج القسمه. هو ده خارج القسمه. طلع س تربيع ناقص 4 س ناقص 1. طب يلا نكتبه في المساله. في المساله يبقى خارج القسمه. س تربيع
ناقص 4 س ناقص 1. مين يروح مع مين؟ العامل صفر وس ناقص 1 تروح مع س ناقص 1. لما س ناقص 1 راحت مع س ناقص 1 يتبقى ايه؟ شوف كده معايا، ده يروح مع ده يتبقى لي س تربيع ناقص 4 س ناقص 1 على س زائد 1. نعوض 1 تربيع ب 1، 4 في 1 ب 4 ناقص 1 على 1 زائد 1، يطلع سالب 4 على 2 تبقى سالب 2، وده خارج القسمه. يبقى يا شباب نوجد نهايه الداله ازاي؟ نعوض، ولما الناتج يطلع صفر على صفر نحلل. لقيت التحليل فيه صعوبه اعمل القسمه المطوله. طب نشوف مثال تاني على القسمه عشان تثبت شويه. القسمه المطوله مره تانيه، اوجد نهايه الداله. عشان نوجد نهايه الداله هنعوض، ولما نعوض لو الناتج طلع صفر على صفر نحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفري. اوجد نهايه الداله، مسالتنا بتقول س اس 5 زائد س اس 3 ناقص 40. اول خطوه بالتعويض، نعوض ونحط مكان س صفر، مكان س اسف 2، 2 اس 5 زائد 2 اس 3 ناقص 40 على 2 ناقص 2. طلع البسط بصفر والمقام بصفر. لما التعويض يطلع صفر على صفر نحلل البسط والمقام. المقام العامل الصفري ظاهر س ناقص 2. البسط العامل الصفري لسه ما ظهرش. يبقى س ناقص 2. طب القوس الثاني هنجيبه ازاي؟ نقسم المقدار الاصلي على العامل الصفري يطلع لي القوس الثاني. طب يلا نقسمه، القسمه الناحيه الثانيه. س اس 5 زائد س اس 3 ناقص 40. ايه يا مستر تبعدهم عن بعض ليه كده؟ قلت له هقول لك، اصل المفروض س اس 5 اللي بعديها هيبقى س اس 4 فمش موجوده، حطيت مكانها صفر. وس اس 3 المفروض بعديها س اس 2 مش موجوده صفر. بعديها بقى س تصدق برضه مش موجوده يبقى صفر، بعديها سالب 40. يبقى س اس 5 زائد س اس 3 ناقص 40، لسه في حاجات في النص. فكتبت س اس 5 بعديها صفر، بعديها س اس 3 بعديها صفر، بعديها صفر، بعديها 40. الكلام ده جبته ازاي؟ ما المفروض عندي س اس 5 دي اعلى حاجه، بعديها س اس 4، بعديها س اس 3، بعديها س اس 2، بعديها س اس 1، بعديها س، بعد ده كله الحد المطلق. نقسم على عامل الصفر اللي هو س ناقص 2. نقسم الاولاني هيتقسم على الاولاني. مين الاولاني؟ س اس 5 على س تديني س اس 4، واللي طلع نضربه تاني س اس 4 في س تدينا س اس 5، وس اس 4 في سالب 2 بسالب 2 س اس 4. نغير الاشارات، ده يروح مع ده، صفر موجب 2 يبقى 2 س اس 4 زائد س اس 3 زائد صفر زائد صفر ناقص 40. نرجع نقسم تاني الاولاني على الاولاني، 2 س اس 4 على س يبقى 2 س اس 3، واللي طلع ده نضربه تاني 2 س تكعيب في س ب 2 س اس 4، 2 س تكعيب في سالب 2 بسالب 4 س تكعيب. نغير الاشارات مره تانيه، ده يروح موجب س تكعيب وموجب 4 يبقى 5 س تكعيب زائد صفر زائد صفر ناقص 40. الاولاني على الاولاني 5 س تكعيب على س تديني 5 س تربيع، اللي طلع اضربه تاني 5 س تربيع في س ب 5 س تكعيب، 5 س تربيع في سالب 2 بسالب 10 س تربيع. ده يروح مع ده يتبقى لي 10 س تربيع زائد صفر ناقص 40. نقسم تاني 10 س تربيع على س تدينا 10 س، اللي طلع نضربه تاني 10 س في س ب 10 س تربيع، و10 س في سالب 2 بسالب 20 س. ونغير الاشارات، ده يروح مع ده يتبقى لي 20 س ناقص 40. نقسم الاولاني على الاولاني 20 س على س تبقى 20، وارجع اضربها 20 في س ب 20 س، و20 في 2 ب 40. اطرح الناتج طلع اصفار. يبقى خارج القسمه هو المقدار اللي فوق ده كله، ده خارج القسمه. كام بقى اللي طلع؟
س أس 4 نكتبها بقى كلها في مسألتنا، نرجع اليمين تبقى س أس 4 زائد 2 س أس 3 زائد 5 س تربيع زائد 10 س زائد 20. ده خارج القسمة. نعمل ايه؟ هنطير العامل الصفر اللي هو س ناقص 2، واللي يتبقى هو ده اللي هنعوض فيه. اتبقى لي س أس 4 زائد 2 س تكعيب زائد 5 س تربيع زائد 10 س زائد 20. س تقول الى 2، نعوض 2 أس 4، 2 في 2 أس 3، 5 في 2 تربيع، 10 في 2 زائد 20، ونحسب الكلام ده يطلع الناتج 92. يبقى عشان اوجد نهايه الداله بعوض، ولو الناتج طلع صفر على صفر نحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفر. طيب جه قال لي اوجد نهايه الداله، وخد بالك معايا مره ثانيه على ايجاد نهايه الداله. لحد دلوقتي احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنعوض، ولو الناتج طلع صفر على صفر نبقى نحلل. يبقى التحليل او استخدام القسمه اللي هي بديل للتحليل، القسمه بديل للتحليل. الكلام ده يحصل بشرط ان يكون التعويض في الاول كام على كام؟ صفر على صفر. اوجد نهايه الداله. الجذر التربيعي لس زائد 1 ناقص 2 على س تربيع ناقص 5 س زائد 6 لما س تقول الى 3. بالتعويض هحط مكان السين كام؟ اول خطوه هحط مكان السين 3. يبقى الخطوه الاولى حطيت مكان السين 3، يبقى جذر 3 زائد 1 ناقص 2، 3 تربيع ب 9، 5 في 3 ب 15 زائد 6، 3 1 4 جذرها 2 ناقص 2 يبقى 0، 9 ناقص 15 سالب 6 وموجب 6 يبقى 0. يبقى التعويض طلع 0 على 0. وطالما التعويض طلع 0 على 0 يبقى نحلل البسط والمقام. يلا نحلل. جذر س زائد 1 ناقص 2، وتحت في المقام تتحلل قوسين، س تربيع س وس عددين حاصل ضربهم 6 والجمع 5 يبقى 2 في 3، والاشارات زي اللي في الوسط سالبه. س تربيع تبقى س وس عددين حاصل ضربهم 6 والجمع 5 يبقى 2 في 3، والاشارات زي اللي في الوسط سالبه. طب وبعدين؟ ادي المساله بتاعتنا. العامل الصفر لما حللت ظهر في المقام، ايوه ظهر اللي هو س ناقص 3. طب ظهر في البسط؟ لا مش ظهر في البسط. طب ما احنا عايزينه يظهر. يلا حلل. مش هعرف احلل البسط. ايه اللي منعك من التحليل؟ السين بتاعتي موجوده جوه جذر، يبقى يجب التخلص من الجذر عشان نعرف نحلل. لازم نتخلص من الجذر عشان نعرف نحلل. ايه الطريقه اللي تخلصك من الجذر؟ هي الضرب في المرافق. يبقى هضرب في المرافق. مين المرافق؟ الجذر زي ما هو. واللي بعديه زي ما هو، بس الاشاره اللي ما بينهم بدل ما هي سالب تبقى موجب. وهنا جذر س زائد 1 موجب 2. يبقى الجذر في الجذر اهو، ادي الجذر وسالب 2 بقت موجب 2، واللي ضربته فوق اضرب زيه تحت. ليه بتضرب بسط ومقام؟ لان ده كسر زي الميزان، اللي يتضرب فوق يتضرب زيه تحت. يبقى اوجد نهايه الداله لما س تقول لي 3. الجذر في الجذر يروح ونكتب س زائد 1. سالب في موجب بسالب، 2 في 2 ب 4، وتحت س ناقص 2 في س ناقص 3 في جذر س زائد 1 زائد 2. يبقى نهاية لما س تقول لي 3، البسط س 1 ناقص 4 يبقى سالب 3، وتحت في المقام س ناقص 2 في س ناقص 3 في جذر س زائد 1 زائد 2. خدت بالك ايه اللي حصل؟ مين اللي هيطير؟ س ناقص 2 هو العامل الصفري. يتبقى لك كام في البسط؟ س ناقص 3 هي العامل الصفري. يتبقى لي كام في المقام وفي البسط؟ نكتبها هنا تحتيها اهي، نهاية لما س تقول لي 3. 1 على س ناقص 2 في جذر س زائد 1 زائد 2. نعوض 3 ناقص 2 يبقى 1. 3 زائد 1 4. جذر ال 4 2 و 2 تبقى 4، يبقى الناتج طلع ربع. يبقى عشان اوجد نهايه الداله بعوض، ولو الناتج طلع صفر على صفر احلل، ولو لقيت نفسي مش عارف احلل اعمل قسمه مطوله. افرض لا عارف تحلل ولا عارف تعمل قسمه، ايه السبب يعني؟ ايه اللي هيخليني ما اعرفش اقسم؟ قلت له السين مستخبيه تحت الجذر، قال لا يبقى نخلص من الجذر.
ايه الطريقه اللي تخلصك من الجذر؟ هي الضرب في المرافق له. المرافق بيبقى الجذر زي ما هو واللي بعديه زي ما هو، بس الاشاره بدل ما يسالت تبقى موجب زي ما ضربت هنا. بعد كده بقت س زائد 1 ناقص 4، وتحت المقدار اهو زي ما هو، 1 ناقص 4 يبقى سالب 3، والمقام زي ما هو. طيرت العامل الصفري واللي اتبقى عوضت فيه جبت الناتج. مره تانية اوجد نهايه الداله. الجذر التربيعي لس تربيع ناقص 5 ناقص 2 على س تربيع ناقص 4 س زائد 3 لما س تقول لي 3. نعوض. اول خطوه عندنا جذر 3 تربيعها 9 ناقص 5، 3 تربيعها 9 ناقص 4 في 3 ب 12 زائد 6، 9 ناقص 5 4 جذرها 2 ناقص 2 0 وتحت 0. يبقى التعويض كام على كام؟ 0 على 0. لما التعويض يطلع 0 على 0 نحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفري، يبقى جذر س تربيع ناقص 5 ناقص 2 وتحت نحلل القوسين، س تربيع تبقى س وس، قاعدين حصل ضربهم 3 والجمع 4، 3 في 1 والاشارات سالبه. العامل الصفر ظهر في المقام، ايوه ظهر، اللي هو س ناقص 3. طب ظهر في البسط؟ لا. طب مش ظهر في البسط ليه؟ البسط موجود زي ما هو على بعضه اهو. طب نعمل ايه في البسط؟ حلله. مش هعرف احلل لان س مستخبيه تحت جذر. اضرب في المرافق عشان تخلص من الجذر، س تربيع ناقص 5 موجب 2. بص بقى لما ضربت في المرافق ايه اللي حصل؟ الجذر في الجذر تير، يبقى س تربيع ناقص 5 وسالب 2 في موجب 2 بسالب 4 وتحت س ناقص 3 في س ناقص 1 في جذر س تربيع ناقص 5 موجب 2. نهاية لما س تقول لي 3، سالب 5 وسالب 4 سالب 9 وتحت س ناقص 3 في س ناقص 1 في جذر س تربيع ناقص 5 موجب 2. نعمل ايه في البسط بعد كده؟ نحلل. هنحلل البسط، س تربيع ناقص 9 تتحلل س ناقص 3 وس زائد 3، المقام س ناقص 3 في س ناقص 1 في جذر س تربيع ناقص 5 موجب 2. فين العامل الصفري؟ س ناقص 3 ظهر. نعوض بقى. هعوض عن السين ب 3، 3 زائد 3 يبقى 6، 3 ناقص 2 يبقى 1، 3 ناقص 1 يبقى 2، 3 تربيع ب 9 ناقص 5 يبقى 4، يبقى 6 على 2 في جذر 4 2 و2 تبقى 4، يبقى 3 على 4. يبقى الناتج بتاعنا مره ثانيه المساله كلها على بعض، عوضت طلع التعويض صفر على صفر. قلنا نحلل البسط والمقام. جيت احلل البسط ما عرفتش، قمت ضارب في المرافق له. جيت احلل المقام عرفت والعامل الصفر ظهر. ضربت المترافقين في بعض. فلما ضربتهم طلع الناتج بتاعنا س تربيع ناقص 5 سالب 4. كده لسه البسط قمت مجمعه. لسه برضه العامل الصفر ما ظهرش. قمت محلله. ظهر العامل الصفر طيرته مع المقام. واللي اتبقى عوضت فيه طلع الناتج 3 على 4. يبقى كيف نوجد نهاية الدالة؟ نعوض. ولو الناتج طلع صفر على صفر نحلل البسط والمقام. نحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفري. نحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفري. افرض ما عرفتش تحلل بسبب ان س مستخبية تحت الجذر. يبقى نحلل البسط والمقام ما عرفتش. اللي مانعني س مستخبية تحت الجذر. طب أعمل إيه؟ أضرب في المرافق. بضرب في المرافق. يبقى الضرب في المرافق للتخلص من الجذر، وبعد كده احلل عشان اتخلص من العامل الصفر، وبعد كده اعوض واطلع الناتج. اقول شويه دول تاني كده. بعوض لو طلع صفر على صفر نحلل، ما عرفتش اعمل قسمه، لقيت س مستخبيه تحت الجذر اضرب في المرافق. طب لما بضرب في المرافق بضرب في المرافق ليه؟ عشان نخلص من الجذر. طب اخلص من الجذر ليه؟ عشان اعرف احلل. وعايز تحلل ليه؟ عشان نظهر العامل الصفر ونطيره، وبعد ما طيروا اللي يتبقى اعمل فيه ايه؟ اعوض الاقي الناتج طلع. خدت بالك من ترتيب الخطوات؟ نشوف مع بعض تاني. اوجد نهايه الداله. س ناقص 1 وتحت جذر
سين تربيع ناقص 2 سين زائد 2 ناقص 1 لما سين تقول لي 1. الحل عندنا بالتعويض 1 ناقص 1 1 تربيع ب 1 2 في 1 ب 2 زائد 2. البسط طلع 0 والمقام طلع جذر 1 ب 1 ناقص 1 برضه 0. طالما التعويض طلع 0 على 0 يبقى نحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفري. مين العامل الصفري؟ س ناقص 1. تصدق موجوده في البسط؟ طب وفي المقام؟ لا مش موجوده. طب يلا نوجدها. مش عارف احلل المقام بسبب الجذر قلت اضرب في المرافق. الجذر باللي تحتيه زي ما هو واللي بعديه زي ما هو، بس الاشاره بدل ما هي سالب تبقى موجب. فوق جذر س تربيع ناقص 2 س زائد 2 زائد 1. العامل الصفر ظاهر في البسط، سيب البسط زي ما هو واي حاجه موجوده في البسط تنزل زي ما هي لان العامل الصفر موجود في البسط. طب والمقام؟ نضربهم في بعض، الجذر في الجذر يطير ونكتب اللي تحتيه س تربيع ناقص 2 س زائد 2 سالب 1 في موجب 1 بسالب 1 لما س تقول له 1. س ناقص 1 في جذر س تربيع ناقص 2 س زائد 2 زائد 1 وتحت س تربيع ناقص 2 س زائد 1. العامل الصفر ظهر في المقام؟ لا لسه ما ظهرش. نعمل ايه بقى؟ نحلل المقام نهاية لما س تقول له 1. خد بالك من المفاجأة اللي هتطلع. س ناقص 1 ونضرب فيه جذر س تربيع ناقص 2 س زائد 2 وبره زائد 1 وتحت تتحل القوسين س وس قاعدين حاصل ضربهم 1 والجمع 2 يبقى 1 في 1 والاشارات سالبه. ظهر العامل الصفر في المقام؟ اه ده ظهر كتير. نطير العامل الصفر 1 من البسط مع 1 من المقام ونعوض. 1 تربيع 1 2 في 1 ب 2 زائد 2 وبره 1 على 1 ناقص 1. طلع البسط عندنا 2 والمقام 0 يبقى الناتج طلع كمية غير معرفة. بعد ده كله الناتج طلع كمية غير معرفة. يبقى احنا بنحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفري، وبعد ما تخلص من العامل الصفري زي ما اتفقنا نعوض يطلع الناتج على طول، والناتج يطلع زي ما يطلع. بص معايا تاني كده، اوجد نهاية الدالة. عايزين نوجد نهاية سين أس سالب 3 ناقص 3 سين أس سالب 2 زائد 2 على سين أس سالب 2 زائد س أس سالب 3 زائد 1 ناقص 2 بالتعويض. حطيت مكان السين 1 أس سالب 3 ب 1، 3 في 1 أس سالب 2 ب 3 زائد 2 على 1 زائد 1 ناقص 2 طلعت 0 على 0. طالما التعويض طلع 0 على 0 نحلل البسط والمقام. مش هعرف أحلل والأس سالب، يبقى لما يكون الأس سالب بنخلي العدد ينزل فيه مقامه، يبقى 1 على س تكعيب ناقص 3 على س تربيع زائد 2، وهنا 1 على س تكعيب تربيع زائد 1 على س تكعيب ناقص 2. طب وبعدين؟ دي المسألة بتاعتنا. معرفش أحل المسألة اللي فيها كسور، يبقى نضرب فيه المقام عشان نخلص منه. هضرب في أكبر مقام عندي س تكعيب. نضربهم بقى واحد واحد نهاية لما س تقول لي 1. س تكعيب مقام تروح مع اللي في البسط هتضرب يتبقى 1. س تربيع مع س تكعيب يتبقى س واحد يبقى 3 س. 2 في س تكعيب ب 2 س تكعيب. س تربيع مع س تكعيب تبقى س واحدة. س تكعيب مع س تكعيب تروح تبقى 1. 2 في س تكعيب ب 2 س تكعيب. يلا اتفضل كمل. مش هعرف احل. ليه؟ اصلا مش مترتبة. يلا رتبها.
يبقى 2 س تكعيب ناقص 3 س زائد 1، واللي بيترتب بيترتب بإشارته. المقام سالب 2 س تكعيب زائد س زائد 1. ادي المسألة بتاعتنا طلعت بالشكل ده. نعمل ايه بقى؟ هنبتدي بقى نحل، نحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفري. يلا نحلل البسط. مش تعرف تحلله طبعا، ليه؟ اصل البسط بتاعنا فيه س تكعيب وس، وهنا في حد مطلق، لا ينفع ناخد مشترك ولا اعرف احلله فرق بين مكعبين. يا اما تحلل بالتقسيم، يا اما تعملها بالقسمه المطوله وتقول س ناقص 1. والقوس الكبير هجيبه ازاي؟ بعمليه القسمه. ونيجي للمقام، هيتحلل قوسين برضو احدهما العامل الصفر اللي هو س ناقص 1، والقوس الكبير هيجي بعمليه القسمه. بعد اذنكم نشوف المساله من الاول تاني. يبقى مسالتنا س اس سالب 3، 3 س اس سالب 2 زائد 2. ادي المساله. عشان احل التمرين ده عوضت، طلع التعويض كام على كام؟ صفر على صفر. لما التعويض طلع صفر على صفر نحلل. مش هتعرف تحلل ولا تعمل اي حاجه، والاس سالب خليته ينزل باس موجب، كل واحد في المقام بتاعه هو كده. بقت كسور. نخلص من الكسر ازاي؟ نضرب في المقام بتاعه. ضربت في س تكعيب بسطا ومقاما. لما ضربت في س تكعيب المساله بقت بالشكل ده، برضو مش هتعرف تحلل ولا تقسم. رتبها. رتبت. بعد ما نرتب كده نبتدي نقسم البسط ونقسم المقام، ونشوف الناس بقى ان شاء الله تكمل الحل بتاعها وتقول لي الحل بتاعها هيطلع كام المره الجايه. احنا كده رجعنا على التحليل والقسمه المطوله والضرب في المرافق. الحلقه اللي جايه ان شاء الله هنرجع فيها نظريه 4 اللي هو القانون في التفاضل، نهايات لطلبه الصف الثاني والثالث الثانوي العام والازهري. وحتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.